نفسي افهم هنعقل امتى؟ طيب يعني قاعدين يعيطوا ويقول لك عايزين نرجع الدوري علشان خاطر يا جماعه ما ينفعش كده، ونفس الكلام اللي كانوا بيعملوه من بعد الثوره ان احنا عايزين نرجع الدوري، ما ينفعش الناس تبقى حالتها صعبه كده ولازم النشاط يرجع، ونفس الهبت اللي كانوا بيهبدوه، ولما النشاط رجع النشاط مات من ساعتها اساسا وانتهى، لان هم رجعوا دوري سيء، رجعوا دوري بدون جمهور، رجعوا دوري فيه مشاكل كتير، دلوقتي عايزين يرجعوا دوري وفي كمان فيروس في النص اللي هو يخرب بيت ابو المصالح اللي بتخلي الناس كلها ما يبقاش فارق معاها حياه بني ادمين ولا حياه اي حد. يا جماعه في المانيا لما رجعوا الدوري بيقول لك حياه البني ادم اهم، واللعيبه استغفر الله العظيم بتختار هتلعب ولا مش هتلعب في المانيا، والمدربين عاطينها الحريه دي. انتوا هنا في مصر هتدوا اللعيبه حريه ان هم يلعبوا، ولا لما يصابوا يبقى قضاء وقدر وهم نصيبهم كده؟ هنعمل لهم ايه؟ هنعترض على الموت؟ احنا مؤمنين بقى اللي هو انت بترمي واحد قدام القطر لما القطر بيدوس وبتقول له ياه على فكرة انت غلطان ان انت حطيت نفسك قدام القطر، ما انت اللي جايبني. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف والله يعني ابداها لك منين، هم قاعدين يضغطوا على الناس عايزين يرجعوا الدوري. هتقول لي هم مين هم؟ هقول لك الاعلام يا معلم، زي ما قلت لك قبل كده يا اسطى، الاهلي واحد احمد شوبير ان انت لو ربنا كرمك ورجعت لنا الدوري هنكافئك ونقف في ظهرك وهنخليك رئيس اتحاد كوره. مش عارف هيعملوها معاه ازاي بس الله اعلم. والناحيه الثانيه هنا بوريدا والزمالك والسموحه وثلاث ارباع الانديه اللي رافضه استكمال الدوري واقفين معاه بيقولوا له يا مستر هاني لو ما رجعتش الدوري هنقف في ظهرك وهنحبك وكده كده هنختارك رئيس اتحاد كوره جاي. وانا بوريدا بيتكلم في الناحية دي منتهك المنهج ده. انا بقى اللي بيشيلني ناس بتطلع تتكلم زي ابو المعاطي زكي في اللايفات بتاعته، اللي هو تبقى داخل اللايف عشان تعرف ايه الصفقات اللي انت بتتكلم فيها، تلاقيه خدك في 7000 حاره وحطك في كذا شارع وحطك في كذا حته وانت مش فاهم اي حاجه، عمال تقول له يا عم انجز، الاهلي هيجيب مين او الزمالك هيجيب مين، بس في الاخر يعني بيقول لك الجملتين دول خلال ثانيه وفي الاخر الكلام ده بيطلع هبل، زي بالظبط كلامه على باهر المحمدي وانه خلصان في الاهلي والكلام ده. وبعد كده لقينا ان الاسماعيلي قفش، الاسماعيلي كان مدخل في الصفقه حسين السيد، وحسين السيد قال لهم انا عايز 5 مليون جنيه في الموسم. 5 مليون جنيه في الموسم ايه يعني؟ انت جاي الاسماعيلي يا ابني انت بتهبط في ايه؟ المهم قال لك بس انا مش عايز اروح الاسماعيلي ومش عايز اروح الصفاقسي، انا رايح بيراميدز او رايح الزمالك او اي حد هيقدروني يديني 5 مليون جنيه. باهر قال لك لا الموضوع كده صعب، وان احنا يا جماعه انا مش همضي في الاهلي او اي حاجه وانا قاعد مع صديقي هنا. ورد فعل باهر يوم في النص بقى وعمك باهر عمال يتكلم الكلام بتاع يا جماعه انا ما ضدش في الاهلي او اي حاجه، تلاقي تويتر بتاع قناه ابو ظبي ينزل خبر ان العين الاماراتي مهتم بالتعاقد مع بدر المحمدي. وايش طبعا يا معلم، المواقع كلها نقلت وكل حاجه نقلت، وكمان قاعد يقول لك ان الاسماعيلي بيشترط على باهر ان انت تجدد قبل ما تروح اساسا العين، اللي هو يا اسطى انت عارف ان مفيش عرض رسمي من العين، وعارف اساسا ان في شويه مشاكل كده في استمرار الدوري الاماراتي واحتمال الدوري الاماراتي يتلغي اساسا، وبدر المنول مدرب العين الاماراتي بيأجل ان هو يدي تقرير على اللعيبه اللي محتاجها واللعيبه اللي طالب رحيلها. فبناء على ايه الكلام بتاع ان العين الاماراتي بيفوت باهر؟ ده نفس الكلام بالظبط على ان العين الاماراتي نفسه يغير بدر ومانويل ويجيب مكانه رينيه فويلر، اللي هو يا عم الحاج انت استهلكتوا رسم العين الاماراتي في الدوري المصري اكتر ما بيتم استهلاكه في الامارات دلوقتي، لان الدنيا واقفه في الامارات وبيقولوا ان الدوري بنسبه كبيره جدا هيتلغي. بس احنا عندنا في مصر هنا محتاجين نسوق باهر. نسوق باهر ازاي؟ ما نعرفش يعني. هم نفسهم الشيخ مختار منصور اقتنع بفكره ان انت تدينا عمر السعيد وتدينا كمان امام عاشور وتدينا معاه 35 مليون وكده تبقى زي الفل وخد باهر يا عم الحاج. قاعدين يشربوه مرتضى منصور بالمعلقه اي طريقه، طلع اخبار قول ان الواد رايح العين، طلع اخبار كمان قول ان العين الاماراتي هيبقى بوابه باهر محمد الاهلي، ونفس الكلام الكتير ده. والعين الاماراتي قاعدين اساسا يقول لك يابا انا لا بينا ولا علينا يا اخوي، يعني انا ما قدمت الباهر او اي حاجه، بس يعني ما عندناش اي مشكله ان الكلام ده اتحرق 7000 مره في مصر. بس انا اللي حرق دمي بصراحه هو الكلام على نادي القرن. يعني يا جماعه طب ايه العبث اللي انتوا بتعملوه ده؟ يا جماعه يعني انا عارف ان في تفليسه وفي مشاكل كتير، بس مش لدرجه مثلا ان انا الاقي الاستاذ مدحت العدل منزل لي تويتر. مش عارف هو مشكله تويتر ان هو من ساعه ما كتروا الحروف ولقينا ان حاجات كتيره قوي بتنزل، يعني الراجل منزل تويتر يقول لك يا جماعه السبعه والتسعه والكلام ده. يا جماعه ما احنا بنقول 7000 مره، انتوا وقفتوا على اللائحه بتاعت 93 وسنه 93 وان احنا نقضيها بالنقط، جايين تعيطوا دلوقتي ليه؟ طب ماشي يا عم درجه مش محسوب على النادي. طب المستشار مرتضى اللي قاعد يتكلم عن ان هو هيخش في صفقه، يا عم قلت لك مرتضى ما بيحتاج ظهير شعبي وجمهوري من نادي الزمالك بيكلمهم على ان انا عايز اخش في نادي القرن والكلام ده، كل ده ليه؟ ما بيلغوش على مشاكل عماله تحصل في النادي، الفلوس اللي متاخره للعيبه وتسريب لعقود اللعيبه، والدنيا بالنسبه له ضايعه خالص. بس انا يا اسطى برضه لسه مخانقني قوي فكره ان احنا نرجع الدوري، اللي هو احنا عارفين اساسا ان احنا ما عندناش منظومه صحيه قويه جدا تشتهي المشاكل لو حصلت اصابات كتير. هو السر عندنا في مصر 12000 حاله مصاب بفيروس كورونا،
وزاره الصحه بتاعتنا كانت بتقول يا جماعه لو وصلنا ل 1000 هيبقى عندنا مشكله، بس لما وصلنا ل 13000 ما عندناش مشكله وعندنا خطه ان احنا نرجع الدوري. اللي هو يا جماعه طب ايه العبسه ده بالظبط؟ يعني احنا خلاص اتجننا، يعني بنسبه كبيره جدا اتجننا، ما بقيناش فاهمين في فيروس ولا ما فيش فيروس. الارقام بيصدروا لنا فيديوهات زي مال خير سيتي وتقولوا يا جماعه ده مؤامره امريكيه وما فيش فيروس او اي حاجه، ويا جماعه تمسكوا بالامل وخلوها على الله والموت ما بيجيلكش غير لما عمرك يخلص والكلام ده. يا جماعه طب ايه الحل؟ طيب في منظومه صحيه؟ لا مفيش منظومه صحيه، وانت بتقعد في الحجر 14 يوم وبعد كده بتلاقي ان اهلك بيصلوا عليك وبتلاقي ان انت قلت العالم الاخر. طب معنى كده ايه؟ ان احنا فعلا نستر نفسنا وما نتكلمش على عوده الدوري او عوده نشاطات والكلام ده. وبعدين ازاي برضه نفس الكلام على ان يا جماعه رئاسه الوزراء هتعمل حظر شامل؟ اللي هو يا جماعه طب عايزين مننا ايه؟ طيب يعني لو في مصل للجنان ادهولنا طيب قبل ما خلاص. يعني احنا بجد والله شويه كده والربع اللي فاضل فينا خلاص هيطير. اللي هو في ناس بتتكلم في حاجه وفي حاجه تانية هتحصل وفي حاجات عكس اللي هو بيتكلم. يعني في حظر شامل من سعادتك، ارجع دوري ازاي؟ احنا ما عندناش استعداد ان احنا نكمل في ظل الاصابات الكتيره اللي عندنا دلوقتي، فهرجع الدوري واسيبها على الله؟ اللي هو يا اسطى انت مجنون ولا ايه نظامك بالظبط؟ ولا بتفكر ازاي؟ انا عارف ان انت ما عندكش اخبار تتكلم فيها علشان ما فيش انتقالات ولا في اي حاجه، وكمان ريني فايلر بيقولوا ان طلباته لحد دلوقتي الراجل لسه ما قعدش معاهم وقال لهم على طلباته اللي هو عايزها، ولسه ما قعدش مع لجنه التخطيط وقال لهم انا هكمل عقدي ولا لا، لان لحد دلوقتي ما فيش رؤيه في دوري هيستمر ولا اي حاجه. فازاي بناء على ايه الانديه بتروح تفوض لعيبه؟ بناء على ايه انت عمال تطلع؟ بص احنا خلاص كلنا خلاص ضربنا، وانا يعني انا خلاص انا شويه تاني وهروح كده من العباسيه يا جماعه، عايزين نستجم شويه ويومين ونقعد مع شويه الناس على هناك، عشان بصراحه العالم الطبيعي اللي احنا فيه ده خلاص الواحد قرب. يعني يا اسطى انت لسه تعرف تطبق الحاجات اللي بتطبق في المانيا عشان ترجع الدوري؟ يا اسطى انت هتعرف تعمل تباعد زي اللي موجود في المانيا من اللعيبه اللي قاعدين على الدكه؟ هتعرف تقعد واحد هنا وبعديه واحد بمتر والكلام ده؟ اللي هو يا اسطى سنه انت لو عملت كده مع اللعيبه عندنا في مصر هتلاقي ان اللعيب ساب الماتش وراح يخمس مع اي واحد صاحبه. اللي هو انت ما عندكش نظام ولا عندك اي حاجه تسمح ان انت تكمل دوري اساسا، وكل اللي انت عمال تقري بيه ده شويه عبث. مش عارف والله يا اسطى، حاسس ان انا تعبت من 7 دقايق دول. طب ما تعمل لايك، ولو ما تعملش يا اسطى جت عليك.